السلام عليكم اخوت، كيف تبارك شي مزيان بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد اليوم. بحال اللي شفتوا في التيتر ديال الفيديو، اليوم ان شاء الله غنمشيو من طنجه تان كازا، ومن كازا نشبروا الطياره، من نشبروا الطياره غنمشيو تان دبي ان شاء الله. 8 ساعات د الطريق، اول مره نجبر الطياره اكثر من 2 ساعات د الطريق. الله يحفظه السلام. ديت معايا واحد الباس ديال الناس باش طيح راسي نتاع عيني جبر راسي تماك وصلت. وهذا الشيء اللي كان اخوتي ان شاء الله. اخوتي غنوريكم التراجي من طنجه تماك ان شاء الله. الناس اللي جدادين مرحبا بكم فلوق ديالي. نورمالمون انا فلوكات دائما على الطونوبير، دائما الطونوبيرات الطونوبيرات الطونوبيرات. كنت عملت واحد الفلوق كنت سافرت الحسيمه اول مره، حتى هو صراحه الله طلع مزيان داك الفيديو هذاك. واليوم بغيت نديكم معايا تان دبي ان شاء الله. غتعيشوا معايا كل شيء. اصلا مورا الفيديو هذا ان شاء الله باقي فيديوز اخرين. انا ان شاء الله نعمل باراشوت، انتي باراشوت ان شاء الله، انكري تماك الطونوبير في الاخر الفيديو هذا تشوفوا شنو الطوبير كريت ان شاء الله. هذا الفيديو هذا فين نقطعوا؟ منين وصل في دبي شبرت الطوموبيل نوصل الاوتيل ديالي تما نقطع الفيديو. ولا غدا نعمل لكم فيديوز اخرين وفيديوز اخرين وفيديوز اخرين ان شاء الله. كنحاول نعمل شي ثلاثه ولا اربعه فيديوز بحال اللي كتشوفوا اخوتي تحت هو انستغرام ديالي. اللي بغى تابوني تابونا تما كنعمل داكشي اليومي ديالي. صراحه الكونتينيو واعر بزاف تبارك الله. وصلنا للباج 150000 وفي يوتيوب اكثر من 100000 تبارك الله. شكرا بزاف للناس اللي من الاول ومعايا تماك. وهذا اللي كان اخوتي. المهم اخوتي كنت نطلع بالام فري ديالي كومبيتيشن، كنت نطلع بها اليوم وقدر الله ضربت واحد الاكسيده حيت خانا ضربني الحمد لله. في اخر ما تعرفش شنو كان يوقع ان شاء الله. ودابا ان شاء الله يدوز مورايا صاحبي ادم، هو اللي نطلع معاه يدوز معايا التراجي كامل ان شاء الله. نضربوا سيمانه تماك. وهذا الشيء اللي كان اخوتي. خليكم اخوتي فيديو الاخر ان شاء الله. نتمنى يعجبكم فلوق. تحياتي. المهم بحال اللي كتشوفوا ماليطا مجموعه، نزيدوا غير هذا ما نضارش ماليطا مجموعه. ديت معايا بيسينين تحت نحتاجو لحساب الخدمه. نورمالمون عندي 3 ايام الخدمة كونجي. انا شبرت سيمانه حيت كنت قطعت الطياره قبل الوقت وقطعت سيمانه. وهادشي اللي كاين اخوتي. غنجمع الماليطه دابا، كنضم ما نسيت والو، غنشوف شنو نسيت ان شاء الله. وديك اخوتي الاهم حاجه هي سبيدي فان. ديت معايا 10 5 صاحبي و5 انا ما نعرف فيه حرق من الراس يوميا. لا حفظه السلام اخي. اول حاجه كاينه تكون في كونجي وحرقك راسك. انا شديت معايا هادشي مشيت واجد قبل ما نمشي في حالي ضروري نسلم على بابلو ديالي. بابلو اتي ناوا اجي الزين اجي اجي يلا بسلامة. عرفت توحشني ولكن تشيعت الله تغزير. باش تكونوا عارفين اخوتي سفر نهار ديال العيد، نهار ديال العيد مسافر. غدا يكون العيد وانا اليوم نشبر الطريق. عشاش ما فيا عندي الطياره غدا مع 12 ونص ما فياش نفيق في 5 ديال الصباح ونشبر الطريق وما نعرفش توقع شي افات. اللهم مشيت تما من بعد تماك. وهادشي اللي كاين اخوتي. واش مبروكه العيد مبارك سعيد باش باغي تمناو ان شاء الله. وهادشي اللي كاين. هو هذا اللي عيط لي دابا قال لي هو وصل دابا شو غنخرجوا عنده ان شاء الله. ونمشي للنطا ديالو يعدل الماليطه ديالو باقي ما عدل لا شي ونشبر الطريق ان شاء الله. ان شاء الله نوصل مع ديك الوحده الصباح ولا 2 الصباح نعس وتنتسعو ونفيقو ونفطرو ونشبر الطريق ان شاء الله. المهم الخوت باش عندي ادم عمر ما كيعجبو السوق ما عنده شي مع السوقان. المهم طالع واحد يونداي اي 30 مازوت ما تاكل والو. كنا طلعوا بين كنا عمرو شي 2500 درهم في ليسانس دابا نصدقوا عامري شي 400 درهم. دابا شي نص ساعه نشبر الطريق ان شاء الله. المهم الخوت دابا جوج ونص غادي نوصلوا ان شاء الله. نوصلوا الاوتيل اللي كاين اونومولي في كازا ان شاء الله. نتمنى الصوت يتسمع مزيان. عامل كار بلاي ما عرفتش واش كيتسمع مزيان. هادشي اللي كاين اخوتي. اخوتي الله وصلنا عند الاوتيل جوج ونص ديال الصباح. هاد اليونداي هادي صراحة الله خطيرة 220 كتشبر. لا كون هنا مرضي. بسم الله صباح الخير اخوت. كيف تما كلشي مزيان بخير؟ يلا فقنا قبيلة تيفطرنا دابا 9 الصباح وصلنا المطار. معنا السي ادم تبارك الله عليك. يلا وصلنا المطار اخوتي ترمينال واحد. نتمنى ان شاء الله تكون هي هذه الترمينال. وهادشي اللي كاين. المهم الخوتي يلاه دوزنا كونترول ديال الديوانه، دوزنا الباسبور، دوزنا كنتسناو دابا يلاه 9 ونص باقي لنا حتى 2 ساعات ان شاء الله. عاد ماشي 9 ونص دابا يلاه 10 باقي لنا شي 2 ساعات ونص. الباسبور تتسكت هذه نعاود نصور. ادم مسكين باقي له واحد 2 ساعات كيدير الوصف في نتفليكس. سي ادم اهلا. واخوت 8 ساعات مشكلة. قال لك ادم ما بغاش ينعس. قال لك الا نعسنا حسنا حنا نوصلوا مع 12 الليل. قال لك الا نعسنا انا وصلت تما ما نعسوش. ولكن اصلا انا علاش نعس؟ انا وصلنا نخرج اخي ادم عرفتي. نوصلوا مع 12 نزلوا باقي في الاوتيل نخرجوا مع جوج الصباح. صافي هي اللي فيها. شخصني السيد فهمت.
نيتيدو نيتيدو صافي هيدا خوتي في 8 ساعات هيا نص باستيه باش نعس بسم الله على الله والله نعس كامل هذا شراء خوتي سينا شراء لا لا خوتي شراء نصايم رمضان وفاطمه ديالي كل رمضان وانت براسك انا صافي رجعت الكرسي ديال اللوري عاودنا البلاصه ديالنا المهم نتلاقاو في دبي نتلاقاو في دبي معنا غنخرجوا اخوتي نركبوا في التريم باش نمشيو نشدوا الباكاج ديالنا هذا الباكاج الدواء بعيد واقيلا اول حاجه هي ما عرفتش واش ديك الناس واش بوليس ولا ماشي بوليس المهم كنظن بوليس لابسين داك الشيء ابيض ما فهمتش هذيك تشوف لابسين القناطر ديالنا ماشي مرتاحين صراحه الله انا الا دوز باسبور كنتسنى ادم اذا دوز باسبور عطوني واحد كارطه فيها جيجا مزيان بصح علاش عطيوها لي ولي مزيان هي ماشي بحال المغرب المغرب الا دخلت شي كتدخل شي بلاد كتقول سقسي 20 اسئله عاد لا كانت شي حاجه هنايا ديت الباسبور دوزني 10 12 10 سكوند 20 سكوند دقيقه عندو زهر ادم هنا كلشي عامل لحيه كاين شي بلاد اخرى كامل يخليوها يدخل هاد اللحيه هادي هاد الاصل ديالو العراقي فين العراقي فين بان جينا نصرفو ادم خلي لنا يمشي يجيب الموالط رفينا باش ما نضيعوش الوقت طلبنا كارطه شي ديك جيجا ما تكفيش خصنا نصورو بزاف خصنا نكونيكتاو عطاونا واحد كارطه فيها 40 جيجا تقطع 10 ايام 200 درهم اماراتي ما عرفتش شحال الثمن ديك الساعه قلت لكم هي الثمن بالدرهم المغربي ماشي الحراره الموت الموت ايما الخوت دابا كنتسنى لي طوموبيل تيمور انا يجي مورانا الشيفور ان شاء الله عطينا الطوموبيل اللي كرينا مول شي طوموبيل المهم طوموبيل عاديه ديك الساعه خوتي نقول لكم منين نكونوا في الطوموبيل نقول لكم الثمن باش كرينا الطوموبيل هادي ونعطيكم حتى الثمن ديال الفواياج الثمن ديال لوطيل ان شاء الله ملي نوصلوا نعطيكم اثمنه كاملين بحال اللي كتعرفوا كاتبين دائما نهضر على الاثمنه المهم الخوت ها هي الطوموبيل اللي كرينا ما شاء الله اس 500 بارك الله دابا الخوت هذه هي الطلبة اللي كرينا هو كيعمر الوراقي ما شاء الله فين السي ادم؟ اهلا كتبان لي مرتاح دابا الخوت حنا ماشيين في الطريق غنبداو كيبانو الطوموبيلات هكا كلاش دايزه المهم بلا ما نقول لكم الطوموبيلات ما نهضروش عليهم سي ادم مرتاح الخو؟ لا مرتاح السيد وصلنا لوتيل ثم ادم كيضرب اللونجلي هلو ادم يو سبيك فيري جود انجلش هلو ماي فريند يس هاو ار يو اتس جود ماذا هي دخلت لوتيل لوتيل سيام 1,313,000 درهم طونوبير 2,200,000 حيتاش كنعرفوا واحد السيد هو اللي عملنا ديك الثمن اما هي 3,000,000 وشي حاجه دابا انا ملو التشيكين ديالنا ان شاء الله نهزو الموالد ديالنا ونطلع على الاوتيل انا كنت كتبت لهم في بوكي ملي ريزيرفاسيون قلت لهم راه حسب انا عندي واحد الشانل ديال يوتيوب عندي لي فولوور وداك الشيء على حسب باش عطيوني شي بيت مزيون فلو قالوا لي قالوا لي الا بغيتي بيت مزيون خصك تزيد تخلص دابا ملي جيت عنده دابا قال لي انا عاد شفت الميساج هذا ان شاء الله نعطي واحد احسن بيت في احسن فيو ان شاء الله غادي في الصباح ديال نوريكم لي فيو اللي كاينين وهذا الشيء اللي كاين لفت على باب السي ادم صافي ادم بعد دوز كرطه وفتح لا سيف تاو ثاني صافي اخي ادم يبعد بصح والو حشمتينا غير اي برو بليز اوبن ذا دور بيكوز ذيس مان دون نو اوبن ذا دور اه اه ناو اتس اوكي اوه يا اوكي وان كي بليز اعطينا قلك اعطينا اوكي اوكي المهم هذا هو بيتس ما بيش مزيون مزيون نشوفوا الفيو اللي كاين هنايا ايبا شي تفتح هادشي هذا اخي ادم ولا ما كيتفتح شي لا كيتفتح
المشاكل البريم والله المشاكل. كنت تفتح شيء على الشيطان اخي ادم وانا كنشوف انا شي دير راسه. اه ما كنت تفتحش الصراحه الله. المهم الخوت نورمالمون ما كناش نخرجوا دابا ان شاء الله نخرجوا واحد صاحبي كنعرفو من طنجة جبرته هنايا هو داز موراي هو كيتسناني تحت هو ادم كيدوج انا ندخل ندوج دابا باش نلبس عليا باش نخرج ان شاء الله فلوغ نكملو هنايا اخوتي باقي فيديوز اخرين ماجيني ان شاء الله نعمل لكم فلوغ على الطوموبيل اللي كريت نعمل فلوغ ديال لي ريستورون اللي يمشي ان شاء الله واتي كان اخوتي متنساوش اخوتي على السبسكرايب هنايا نتمنى يكون يجيب لكم فيديوز اخوتي وتالي ستي اتمنى ديال شي حاجه نكتب لكم من تحت ان شاء الله تحياتي.